أخرى. حسنا، حيواننا السري يخرج لاصطياد طعامه في الليل. تصطاد معظم طيور البوم ليلا، ويعيش بوم تينغمان في الغابات الأوروبية، وهو نوع من أكثر أنواع البوم شيوعا، ويدعى بالبوم الأعمى، وليس هذا لضعف بصره بل لبطء استجابته الشديدة، حتى إنه يمكن الاقتراب منه كثيرا أثناء النهار. بوم الحظائر يصطاد طعامه ايضا ليلا، وهو يقدر من المزارعين لانه يقتل الفئران والجرذان. يفضل بوم الحظائر العيش داخل حظائر الماشية والمباني القديمة، لكن معظمها يبني أعشاشه في ثقوب الأشجار أو على الأرض، وتكون أعشاشا بسيطة للغاية. يبني فأر الخيل الأوكار